اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولمن تعلم منا. فبعد، يقول الشارح حفظه الله: الوجه الرابع، ندي شارح وجه الرابع لاله أن هذا خلاف ما أخبر الله به في كتابه. جه تأويله ما لنا الله سبحانه وتعالى كتناجر وتكعرانين في كتابه القرآن، وتواتر عن رسوله من أنه سبحانه على عرشه على علي على خلقه. الله سبحانه وتعالى كعرش بلايين بلو كم بلو النبي عليه الصلاة والسلام نقرم قال نزيه يتقاد جنه يه المبتدع كم يرمي، وهو معهم أينما كان. الله سبحانه وتعالى المبتدع كم يرمي بلن من لو اختلاطن يا سيدان مماثان يا سيدان من نفع كافر مسلسل بلو قالوا تنو وهو معكم أو وهو معكم أو رسبان هي ما عمي لو قال اختلاط ممازجات آسيز بلا النفرة لذين هو اختلاط ياسيزال مدبالك ياسيزال حلوريا ياسيزال مسلسل نقر خالة إن دزي بلو مالت خلاف ما فطر الله عليه الخلق بلنا سوستن يولاي أهنم خلاف ما أخبر الله به في كتابه مبان. الله في كتابه كتناقر وتكارا منه من رسول الله عليه الصلاة والسلام بسنة كتناقر وتكارا من أن تناقر لنا من أنه سبحانه وتعالى على عرشه علي على خلقه. الله سبحانه وتعالى كعرش بلاي مهم من تناقر كفطرته بلاي علي هنا يا بلاي هنا لا تناقر والد وهو معكم أينما كان. نسوى الله فإن سكرنا لما يتنبيهون ولو تناقروا على الله وجينه. والمتواتر من النصوص هو ما رواه جماعة متواتر بالإنترنت، تواتر عن رسول الله لما لو شرح لما أدركنا متواتر مالك ما رواه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يهون جماعة وجه يورد ما رواه جماعة السنة متواتر من بالا حديث متواترنا أحد تبلون قديبة التي يكفل أن متابت أنما المصطلحة أنه متواتر مالك عادة ويمتلم دو بوشة لي قط مالو يسمام مالو بلو مالتن كراش أما يمج يمي درقو عينة جماعة يورط نص متواتر بال متواتر مالتن عادة للنصن بوشة لي مقاطر كراش أما يمج درقو مالتن إنذي هونو دمو بهنا درجة لي يك أن سمهن اللبث منه جماعة عن جماعة مثلهم لم يورد لزانه عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء إلى الكتابة عن مثلهم كمسلو تشاتو يورد كمسلو تشاتو مالك بجر كنولي جماعة جماعة يهون سوني يعني. بزي أينت من أول سنة إلى آخر سنة تقتلو كهر حديثه حديث متواتر بعد حديث من كذبني مثلا المسعر الخفين مثلا النزي نتعامل ترقى قامي بمتواتر حديثه يمتو مهنا شو يتوقع نعم يا اللهم صيف علي النزيه متواتر هنو كرسول الله عليه الصلاة والسلام يمتعد دي لي متواتر بالشانة وندي حديث صحيح هو نوع تكبينة النياجين بس تتبع له هيدا
አሃድም ቢሆን ሷሂ ይሆናል። ያው የሙተዋቲሩ ሱሐብን የበለጠ አም የጎላ ነው የሚሆነው። نعم وقول المصنف والآيات والأحاديث في هذا في هذا كثيرة منها الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله والآيات في القرآن آيات والأحاديث حديث في هذا بزوس إما مبرارات مالت الله سبحانه وتعالى كعرش بلي مهون ومن ناقر استيمته الله علي مهون على خلقه يمته በጣም ብዙ ናቸው። ከነዛ ውስጥ እንግዲህ አልአየቱ الذي ذكرها المصنف رحمه الله مؤلفه يتكسو አያገኝበት قول المصنف رحمه الله وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه ولو بلا الارض ما فين رحمه الله تقي الدين شيخ الاسلام ايهم بلا الله سبحانه وتعالى فوق عرشه فعرش بلاين رقيب على خلقه بفطرته لا يتكاتاينا تطباباتينا مهيمن عليهم ياون مهيمن مال رقيبنا بالنس لا يتكاتاينا مطلع عليهم الناس مشروط تملكاتينا بلا هذا تقرير وتاكيد لما سبق من ذكر علوه على عرشه كذب في يا اصلف والله الله في عرش بلا يمون يعني تقرير يالو ملسو يارغاغطونا ياتناكرونو حساباتو مؤلفو اينن مالفاتو من ذكر علوه على عرشه وكونه مع خلقه الله سبحانه وتعالى كعرش بلا يمهونننا كفطرتهم غا اندو بذكر اسمين من اسمائه سبحانه ولتي الله انسموچ بمانسات اتناكرون وهما الرقيب والمهيمن الرقيب المهيمن يمين الذي الله انقدي تكاتاتاي سو ميسراون كله يتكاتاتلا يميملكت مهونون نو ترجمواچو رقيبنا مهيمن قال الله تعالى الله بالواد ان الله كان عليكم رقيبا رقيب لميلو الله بان انت لا تتباباكي نو بالواد الرقيب هو المراقب لاحوال عباده رقيب مالك የባሮቹን አህዋል አህዋል ለይህ በሃሁዳና ከጂም ቀጥሎ ባለው ሃ ይላይ አህዋል ካል ያስደንጋጭ አህዋል ስንል ከጂም ቀጥሎ አሁን እዚህ ጋር መታየ አህዋል ሁኔታዎች ማለት የሃል ዘማ አህዋል አህዋል ከተባለ ግን አህዋል ከተባለ ለምሳሌ አህዋሉ القيامه القيامات دنگاج نغروچ اسفريوچ ለማለት احوال ይባላል። نعم ناچኝ ኑራንያ እየቀራን ማይለምልን ከሆነ ማይለየልን ከሆነ ግድ ነው ኑራንያ ግድ ነው ስለምትለየሷ ሷ ማግራት አስፈልጋል እንዳይላል ግድ هو المراقب لأحوال عباده وفي ذلك دلالة 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 على قربه منهم ايه بس وصل من يكرر بيه نو وصل من تتابعه بيه نو الأفصح دلالة لو شو الشارع نجي دلالة من يبال دلالة من يبال يارو شارع مضال وفي ذلك بزيوس دلالة فالله سبحانه وتعالى رقيبنا وقلوب ما لا توسط من الله تقوم على على قربه منهم كالنسو مقرب عسي من كتاتل له بلوسين يوكال على نو سلزي بوقته وبمكتاتلو من دنو على نو بتام قربنا على نو ياندانو نجر اياي نو يتكتاتل نو سلزي قربون يسي نعم وقال تعالى هنما الله بلوال هو الذي والله الذي هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن هو الله هو السكو الله الله الذي لا اله الا هو
ከሱ ውጪ በእውነት የሚመለክ አምላክ የሌለ ይሆን። الملك نقص هذا نوع القدوس المنزه عن النقائص كقدلت يتأدى هنا نوع قدوس مالك يتأدى يترى مالك ما مالنا قدوس من نوع دزار هذا لسو قدوس هيبال لسو قدوس هيبال يا القدوس ميلا يا الله يسوري جي بتام قلتي اللبس انه لما تصح نعم القدوس السلام موبايل السلام السلام مالك كعيب يطد يحن مالنا فقدوس قال خمسة سنة كان قائس يطد يطد كان وري يطد مالك السلام الذي سلم من العلوب كان ور سلام يحن مالك قال الله سموه شو ساندو السلام ايه السلام منو الذي سلم من العيوب بالشاسعه سلام من سجيهم لذين رسول عليه الصلاه والسلام صحابته مجمره براسه اجتهاد التحيات سيلو من يلو نبر السلام على الله سلام بالله لا يهن بلا يهن اذا النبي صلى الله عليه وسلم من قالوا لا تقولوا السلام على الله سلام على الله تقول ان الله هو السلام الله الصورة سلام سلام ومنه سلام كسنه سلام زينه استغفر الله استغفر الله قال له اللهم انت السلام ومنك السلام انت السلام انت سلام من ما ينسولس من ما ينس كفتك الى الله سلام كنجر كله تقدلك كمن كمن كما يرى كله الله سبحانه وتعالى سلام يا ሰላምን ደሞ ከሱነ ማለት የጎደሉትን የዘበላሹትን የሚያስተካክል ማስተካከል የሚችል እሱ ነው አላህ ነው ሰላም ሰጪ ሆነው እሱ ነው አልሙእሚኑ ሙእሚን ሆነ አማኝ ሆነ ነው አላህ አማኝ ነው ማለት የሱ ሙእሚን ሆኑ ባሮቹን ያምናቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዚህ ነው አልሙእሚን المصدق ورسله يسم يسم ملكنيوت يامن احتوال وانبياء انبياء اوتونم بما ارسلهم به من الايات البينات بلاكاتشو بلاكاتشو بيناتوت يامن احتوال تسهم زند تقبايلنس ينوراتشو يادر قال لذين الله المؤمن يتبع المهيم وهو شاهد وهو شاهد على خلقه بفطرته لي مسكاري هنا المطلع على عماله بصراته لي فملكاته هنا الرقيب عليهم بالنسو لي تكتفي هنا على المهيم إلى غير ذلك كذين متعلو من معاني ربوبيته يمثل مثل المج صنت شرحه من قاله أي أن مقتضى ربوبيته سبحانه أن يكون فوق خلقه بذاته يا الله يا ربوبيه يا جيس النسو وانت هالسابة من يستبت أمن دلنا الله سبحانه وتعالى تخلقه اللوب لايمه النوب ذاته ويطلع على أعمالهم በስራቸው ይመለከታል ስራቸውን ይመለከታል ማለት ነው የጣሊዑ ምለው ويكون قريبا منهم بعلمه كالصوت كالنص بوقته قرب يهونال
وإحاطته بس بإحاطه من نزهه إحاطة يوم ما كابهم أنه بعلمه ألنه يصرف شؤونهم نقرات شونه اللي يستنفرال ويحصي أعمالهم سرات شون ياندان يزوال لمدى الجبال ويجازيهم عليها بسرات شون من الدهتر كذا من نشاقره وليل الأنواء فاصلنا من دون مثله ما يجب اعتقاده في علوه ومعيته سبحانه بأ الله علوقنا معي وزرع لنا من البدء قدمي لنا ومعنى كونه سبحانه في السماء الله في السماء نقوله مالت معنى من دهنا وأدلة ذلك يزدان دليل وجه لزاونا أدل في السماء نقوله دليل وجه. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش من دمنا تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكل هذا الكلام يقول نجقر الذي ذكره الله الله يتكسر يهون من أنه فوق العرش الله كعرش ما ليس لمهن وأنه معنا السوك أن يقال سلمه يتكسر حق على حقيقته كل بحقيقة ولا يعلنه من الناس قوي كبا ما تأويل الناس قوي كبا لا يحتاج من إلى المثل أبلا اشتفل السائمك لا يحتاج لا يحتاج إلى تحريف تحريف أسفل لقوم وده تحريف أسفل لقوم تحريف أسفل لقوم ولكن نقرق يصان عن الظنون الكاذبة كما تفو طرد طاري وجه لن تبقى يجب عليهم الحساب الله سبحانه وتعالى كعرش بلايله الله كان يقارن قلتهم دليل ما تبقى الرحمن على العرش استوى وهو معكم هذا هنا بالوصيل ولدتم على حقيقته نجرقا لا يحتاج إلى تحريف لنا تحريف لنا ذكوري لنا ذراع الجبر نجرقا من بلو عند سولي هسي بيشلال عندنا متناقضنا والنزيف لا تنقروا تقاجع اللو بلو هسي بيشلال عندما يقاجعوا بدن ما ترقنا يتنا ببالفوا شرق وسط تلي مثل لا يتناقروا على الصاتو شرق لي الشيخ فوزان بسفين يورغانوا بالي ولكن قرق يصان عن الظنون الكاذبة الظنون الكاذبة مدفوكهن وشثنياكهن وطرطاري وش مبقى طبيعة سنك مثل يمثل لمثل أن يظن مدترطرا يمثل أن ظاهر قوله في السماء لمثل في السماء بلو يميلون يا الله أن تبارك وتعالى نقدر ظاهر أن السماء تقله أو تظله سماء الله تقله ما لا تشلوا على كندز للتشكم أو تظله وين دموا الله أنت هات الله والج بلو مجمثني مثلا ما تنقق أسفل في السماء تل لك الماء في الكوز أين تنقر أدرقوا ما لك الله في السماء تبا الماء في الكوز أهون هيك وهو يالو منون تدقفون يالو لكاون تدقفون يالو أرلا يوهو هلونا لكاولين يتمسرطوا إن الزاعد بقوا يتألوال يزوال يشكموال تقله ما لا تشكموال تظله تتألوال إن الزاعد بقوا ما السبيل لما لمن الله سبحانه وتعالى كسمات بلاي هنا جيثان راسه بذاته كسمات يتلقي هنا جيثان كيف تظله وكيف تقله
እንዴት ይሸከማል ሰማ እንዴትስ ያጠላው ይሄ አይሆንና ይስማ የሚለው ለዛ ነው في بمعنى على ነው ብለና في بمعنى على ደሞ ይመጣል እንዴት እንደዚህ ተፈሰራላችሁ في ظرفية للنداء في السماء نميله بقى في السماء بلو عند صوت قلبي جمر إن لالن في بمعنى أعلى يتابوك أنه لذانه فرعون من بلو أشوال ثيامنو سحروت ولا أصلي بأنكم في جذوع النخل يتمر قندوك لا إلى مالك يتتكم أبد فيني لكن نزهو بمريت الله في دواء ملكتهم وإلى مالك على الأرض يميلون في الأرض لا بمريت إن يتنقص على قصص وقت إن دي ملكتهم يميزوا ببوتاء الله فلذي إيه بعلى بوتاء تكتوا في ممتاته بلغاء يتلمجنه عنده ملسين ولتن يوم السلام في يميلون ظرف هنا بالزو ይሄ ሰው በሚለን መሰረት ተተረጎመ ሰማ የሚለው علو المطلق ነው እንጂ السماء ذات ال እቺ ምናቃት ذات ያላት የሆነችው እንደዚህ مخصوص የሆነችው ذات الاجرام የሆነችው سماء الصوت تفلقበት سماء بمعنى العلو نم يهون الله جبل اي بميل معنى وجه يزي جزي من يقول في العلو ما له بعلو مستن يالو بلن لا انت علام يزي جزي مشكله يا بكال علو مستن الله يالو جدي بلا اي مستن وبلد مالك يشال جزي يه تشكمه ويه اطللو يبال نجر اي نقام لذا نو شيخ من قالوا وهذا باطل هما تنونهم بلي يا شيخ الإسلام يكرم وهذا باطل بيجمع أهل العلم سماء الله يشكموا له ويمدهم يتألوا البلو مالك إيه بأهل العلم إجماع والإيمان بمسلم وتم بأهل الإيمان إجماع باطل جرى عشان تنزل بلو ما من أجل إيه الله لي مدفون درطة فلذلك هذه هي نتوف الله في السماء بلو ميل سو عندها لا الظنون الكاذبة فاسدة ما تنكتين ربها وإن الله الله سبحانه وتعالى قد وسع كرسيه السماوات والأرض يسف كرسي سماوات النامدر يسفان وهو الذي السك الله يمسك السماوات والأرض سماوات النامدر ياجهن سنو أن تزول لألا تزول عندما ينكسر قصوك هل يبثبتها عندما يدو ميزات شئ لمن الله ويمسك السماء سماني ذاتا أن تقع على الأرض لألا تقع على الأرض مريس لأن ذات فرق سماء يا ذات الله أن تقع على الأرض إلا بإذنه لا بفك أدنجي በምድር ላይ እንዳትወድቅ እንግዲህ አላህ ይፈቀደልን ለታለ ሊሆን ይችላል ከዛ ወጭ ግን بغير اذن من الله عز وجل እንዳትወድቅ ይምሳክ ያደረጋት አላህ ነው ومن اياته كايات ውስጥ ነው ان تقوم السماء والارض بامره بالله امر በትእዛዙ ሰማይና ምድር መቆማቸው ይላል እነዚህ እንኳን ያላህን ትልቅነትና ያላህን ክብር ለማሳየት ነው እነዚህ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره يتقصد يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه يتقصد أنهم نمو يمسك السماوات والأرض أن تزول نزهن يتقصد يما جمّر يوقن يبلّت قدم تقله يميلون فاسد يهنا ظل بممن نسرقت بطعم قلت يهنا فنعلّو كرسيو ብቻ ምንድነው ይያለን وسع كرسيه السماوات والارض كرسيو ደሞ ምንድነው ያንንም ያህል ኩርሲ عبد الله بن عباس እንዳሉት እንግዲህ ከሳቸው ነው የተነገረው የሳቸው كلام ተደርጎ ነው ይሄ ነገር ولكن له حكم الرافعه
النبي صلى الله عليه وسلم نكر تدرجو ميتايجنا لمن دنا ونزنا ميتايجوا بعقل ذم الله ميبال نجار هذا من بلو ما لتشو عبد الله بن عباس الكرسي موضع قدمي يا الله سبحانه وتعالى قدمت متناسق الوالد هي كرسي إذا كرسي بتشا سمات النامدون يصفى كفنا كيف يكون الله عز وجل مظللا بالسماء عندي بسماء يتطلل ايضا قلنا هي الظن على الله غد صون ميونه معناته يهن القران ايايين الله يجزاك لذلك زي اين تشوف السماء ميلون بذا اين كمرادات بقطب يسفلقال نو كانكم فهمتم وده شرح النظام صرف يبين شيخ رحمه الله ما يجب اعتقاده بالنسبة لما أخبر الله به عن نفسه من كونه فوق العرش الله فعرش ملاي مهونون الله يتناقرون ما من جديث مهونون يتناقرون شيخون يبينوا إهنم بالغالي الله فعرش ملاي مهونون وهو معنا السوق أن يقرنوا يميلون يبينوا أنه يجب الإيمان به كما أخبر الله لأنه فلت قدعي الله كان يقرن أمي لون إن الله كعرش بلاين أمي لون لأنه بتأم أدكو ما من يصل لقلبي لأنه قدي أردت أن أتوجه ما أصل لفلان لأنه دقاق ما تشويوت لم السالي كان السالة كون أدرجوس السماء أضعف المخلوقات نعت كذلك كما كان يبالون فترات وسط شرك عن وسطنا شرك عند سو أبيتم هنا يوم سفر يالهم ليلة سو جزو وسط يالله شرك عن رجاجة من الال شرك خنيا قارنات بلو الال شرك ركعة اللات تسو يوم بركة لين يالله شون دم يتوقع شيء كيلومتروج يراك شنال اتشين شركة مسافرون كنيقارنا تلال بيتي تكمتهم سوية كنيقارنا تلال كركة قارنو كنيقارنا تلال ولله المثل الأعلى لا الله سبحانه وتعالى كذليه يتلك وصفا لو جعلنا كما قال الله عز وجل ولله المثل الأعلى عند الله لا الله اندزهونه الله كان يقرنه وهو معكم بلوسيل كان أنت قرنه بلوسيل يفلقه مثلنا لك الذي هو القمر معنا بالمبالو ملكا يجب كذلك الله مع علوه على عرشه قلت ما هو كعرش بلي كمولوكا كان يقرنه عندي جوابي ليلو لك الذي هو الله سبحانه وتعالى وهو معكم بلو يا لبة سياق سنة وسلع علم لم يرى هذا شو جهان في سورة الحديد قال له وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير الرشاء سلع علمنا سلذي إيه سياق يا الله يتنقى ربته يذكر أود سلع علمه يا والراب سلوه أنا وهو معكم مالك وهو معكم بعلمه وإحاطته كل نقر ما كاب أبو بوك أسوه كنا أنت قرر مالك نجي إيه دمو بأوقاته بأحاط أو مالت تأويل نووي لا تأويل هذا عندنا قر تأويل ميبالو كمت أبت سياق أزلان فنسن تفسرون انجي سياقهم تبقن تفسرون تأويل أيبال لا مثال يوم يكشف عن ساق يمي لول عن ساق مالت كباد يهونا نقر سيقلت بلو بيفسر تأويل هذا لك تسلفوا شو تقيتوا لهم عن ساقين الملو يا الله سبحانه وتعالى ساق ما لسا يهون
انساق ማለት አንድ ትልቅ ጉዳይ ሲመጣ ከሸፈተ انساقها ይባላል ነው ከሸፈት ساقها ወይም انساقها ይባላል ትልቅ ጉዳይ መጣ ማለት ነው يوم يكشف عن ساق ማለት በጣም ተላልቅ ነገሮች በሚከሰቱበት በዛን ቀን ቂያማ ያ ይሆናል ይላል ዳው ነው ረሱል ይባላል ረሱል ይጠራሉ ሰዎች ደግሞ አይችልም ስጁድ ማድረግ በሐዲስ ውስጥ እንደመጣው አላህ ጀርባቸውን ሁሉ ልክ እንደ ብረት ልክ እንደ እንጨት ቀጥ ስለሚያረጋው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ في السماء የሚለው عن الظنون الكاذبة متطبق ያለበት ነው وهو معكم የሚለው ነው ለዚህ عن الظنون الكاذبة متطبق እንዳለብን ሁሉ بعد الاذان اذان على نوافل من الابطاء نعم يبين الشيخ رحمه الله ما يجب اعتقاده بالنسبة لما أخبر الله بها عن نفسه من كونه فوق العرش وهو معنا الله سبحانه وتعالى كعرش بلاي سلمه كتناك ربت أنصار እሱ ከኛ ጋር ስለመሆኑም ከተናገረበት አንፃር እኛ ለናምነው ግድ የሚሆነው ነገር ሸይኹ አብራሩ ነው የሚሉት ሻይኹ انه يجب الايمان به كما اخبر الله الذي ነገሮችን አላህ እንደተናገረው ማመን ያስፈልጋል ولا يجوز تاويله وصرفه عن ظاهره كظاهر تاويله وصرفه ما رغم አይቻለም صرف ما مزور تاويل صرف نعم مزور معناه كما يفعله المعطله المعطلة من الجهمية والمعتزلة وأشباههم كمعتزلة وكجهمية ومعطلة ودم يرغو تلاليا جهمية ومعتزلة وأشباههم مسلوا تشاتشونهم من إلى التوال أشاعر ما لتنوا أشباههم ما تريدية ولا أشاعر ولا أحباش ما لدي النزين هلو معطلة وشلاتشون معطلة وشالبت مثنيات ليلة معنى كمستطاة شوكا لأن كل من اول لا يؤول حتى يعطل تعطيل صادر بفيت كمعنى مجمر يا صاد ادو بفيت للا معنى يسطو بعد التعطيل لو تاويل ميردونا نزي تاويل سوي شنو نو اهل التعطيل ميلاج نعم فازعمونا النزي زعم يرجال يلال ان ذلك ليس حقيقه ايبا حقيقه ادلم وانما هو مجاز لبوليا مجاز نو بلاويلاد مجازنا حقيقه كذب في تكسنا دزي شرحه مجازنا حقيقه مجاز مالت يروق ترغم مالت حقيقه من لاو دمو قطتهنيا ميفلقبت ترغم مالت ለምሳሌ አንበሳ የሚባለው ቃል ለአውሬው አንበሳ ለሚባለው ይሄ አንበሳ ግቢ ለምታገኘው ማለት ነው ወይ ደሞ ሌላ ቦታ ምን አው ጫካውስ ለምታገኘው ለአውሬው ለሱ ሐቂቃ ስሙ ነው ጎበዝ ነው ደግና ነው ብሎ ደሞ ለሰው ቢነገር መጃዝ ነው ማለት እና እነሱ አሁን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وهو معكم شبال مجازنا يتفلقبت عندنا في السماء شبال مجازنا يتفلقبت في السماء ملكه لمالتنا يمسى الصلب لو تأويل لي أدرقود يمكر على في السماء ملو من أدرقود مالنا مجاز أدرقود أيضا لم بحقيقة أن الله يتناقل فيؤولون الاستواء يتقاكو سنة شوال عند أدرقود لمسالي استواء تأويل أدرقود الرحمن على العرش استوى ملون استواء استواء على العرش تأويل هذا القتال بالاستيلاء على الملك عرش ملون زفان ملون من دون يتفلق بذلاله ملك يتفلق بذلاله سلذي ملك لا يمنع الرقانه استولى استيلاء جانب مشرب بسلطان لا يمقناتك مشرب السنة يتفلق بذلاله بلا بلاله وعلو الله على خلقه الله سبحانه وتعالى كخلق لا يمهون دمه ايهن دمه
بعلو قدره وقهره قدر درجة وكف سلالة كف سلالة تبلو يتبع له على علي ميلو قرآن ليلة مثلا تكسر على علي ميلو كف سلالة علي شبال قدرنا قهرنا للو تفعش أنه فتم السوء بلاينا بحيل مالتنا بلو بزينة فسطة إيه تأويل لهم ونحو ذلك يمثاصلة من التأويلات الباطلة باطلة هنا تأويلة والجنيابة قالوا التي هي تحريف لكلام الله عن موضعه عن مواضعه يا الله كلام فوتا وجلاي نظر يهنو باطل يهنو تأويل والجين يامتان ومنهم من يقول فالنسو استميلان إن معنى كونه معنا السوء الله كان يقارنه بلو مالت أنه حال في كل مكان بهل بوتا لاي الله سفر المالتنا ليلة نعوذ بالله إيهن بلفوا درسات اللي بسفعتنا أنا بتدقى قميتنا بحلولية مذهبة ما تقوله حلولية الجهمية وغيره حلولية الجهمية للا حلولية غير الجهمية يهون وغيرهم ملو الجهمية ذلكم يميلوتهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا الناس كميلوتنا قال الله سبحانه وتعالى كفى لنا ويترانا وقوله ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله تقله أي تحمله تقله مالت تحمله مالت تظله مالت أي تستره تستره عليك مالت وظله الشيء الذي يظلك من فوقك فبلا يهم يتلهنك ظل يبالك يا وطلعان وليس هذان المعنيان يعني مرادين في كونه سبحانه في السماء الله سبحانه وتعالى في السماء نو قلوا مالك النزه لت معنى وتايفلقوا بتم إجارة شنو من النام لا يفلق بتم نحمله بمعنى تقله أو تظله تستره النزه يفلق تعالى الله ومن ظن ذلك إيه أن يترطر سو النزه لا يسبب سو فقد أخطأ غاية الخطأ فتعلم تلك مساسة تساسة وذلك الأمرين يهم بهولة مكنيات الأمر الأول أن هذا خلاف ما أجمع عليه أهل العلم والإيمان يا علم أن يا إيمان سويت مسلموش كان لبتك أرانينو أهون نزب لهم فسروا يا سوى قد أجمعوا على أنه سبحانه فوق عرشه بائن من خلقه الله كعرش بلاي مهون كفترتات يتلي مهون بائن تليت وندل إيهن أنه ما ترجوك يا لبتنا اجمع إذا الرقبت مسلموك ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته كالصو كذاته يهون نقر مخلوقاته استعلم كمخلوقات دمه يهون نقر ذاته استعلم يا الله ذاته استعلم بائن والله الصو ليلة مخلوقات ليلة نعم لين يقول دبلغ لقول يا وطو سويت تعلم يقدمون الناتو حلولية وتنمى السلام وقد تقدم الكلام في تفسير قوله تعالى أأمنتم من في السماء الزالي أصلفنا لذكر المعوراريا وأنه إن أريد بالسماء السماء المبنية يتجنبتنا النزيء السماء ذات اللي النزيء ذاتي اللاتو ذات الأجرام يهون مثلاً جرم مثلاً كبدنا 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 الله تعالى النذي سماء كتفلقوا فيه بمعنى على نمهنه أي على السماء مالتنا كقوله ولا أصلبنكم في جذوع النخل دالنا أي على جذوع النخل مالتنا وإن أريد بالسماء العلو سماء سبال دم علو كتفلق بكان المعنى في السماء أي في العلو قدم يعلقون وعلو مستنو وبلاي النت وسنو تولى فسر الله أعلم الأمر الثاني هو لتنيو لبلاي النت قلت أنا أبلا وزاته بلاي
በበላይነቱ ውስጥ ዑሉው ብለን ዑሉው እንግዲህ ይሄ ጂሃቱ ስት አላህ መንፍይ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጂሃቱ ስት እሱን አያካቡትም እያለ ደግሞ ጣሐውያ መስል ላይ እንደሚያመጣው ታውቃላችሁ። እዛ ላይ አልመው ጣሐዊ እንደዛ ማድረጋቸው ራሱ ለላክ መናገራቸው ራሱ ችግር ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ ጀህሰ ዑሉው ለአላህ ማስበት ይገባል። ፊሰማ ብሎ አላህ ለልዓርሽ ይስተዋ ብሏል። ጀህሰ ዑሉው ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሳቢቱ እና ጀህት ስት ከአላህ መንፍይ ናቸው ወይ ተብሎ ሲባል እንደ አህል ሱና ተፍሲል አለ። የዑሉው ጂሃን በተመለከተ ከአላህ ነፍይ ለማድረግ ሁለት አይነት ዑሉዎች አሉ ብለን ነው የምንለው። አልዑሉው አልመኽሉቅ ወልዑሉው ሁወ ሲፈቱ ሊላህ ዐዘ ወጀል፣ ለአላህ ሲፋ የሆነ ዑሉው አለ። እንዲሁም ደግሞ ሲፋ ያልሆነ መኽሉቅ የሆነ ዑሉው አለ። መኽሉቅ የሆነውን የአላህን ሲፋ ያልሆነውን ዑሉው ከሱም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የጠራ ነው ብለን እንላለን በሱ ከመወሰፍ። ነገር ግን የእሱ ሲፋ የሆነውን ዑሉው ደግሞ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ በሱ መግለጽ ግዴታ ነው የሚሆነው። እዚህ ነው ጣሐዊያ ላይ ሸይኹ ጣሐዊ የጠቀሱት ላይ ታዕሊቅ ያደርጉበታል። የአህል ሱና ኢማሞች ሸይኹ ኢብኑ ባዝን የመሰለ ሌሎችንም ታዕሊቅ ያደረጉ ዑለማዎችን ካየን እዛ ላይ የሚያዝበት ነገር አለ ማለት ነው። ማእኸዝ አለ። ለዛ ነው ያ ኪታብ ይመቻቸዋል እና አህባሾቹም ያቀሩታል። ጣሐዊያን ይመቻቸዋል፣ ለመሄድ ያመቻል፣ ወደ ሌላ ለማስኬድ ያመቻል። ለዛ ነው ጣሐዊያን በደንብ አድርጎ ከሙተቀድሞቹ በሼኹል ኢስላም ዘመን በሼኹል ኢስላም ተይያ ዘመን አልተገናኙ በአንድ ቦታ ላይ አልሆኑም፣ ግን ሁለት የተለያየ ቦታ ላይ ሆነው በአንድ ትንፋሽ ነው የሚተነፍሱት። ኢብኑ አቢል ዒዝ የሚባሉት የጣሐዊያ ሻሪሑ ማለት ነው። እና ጣሐዊያን በደንብ ለመገንዘብ የኢብኑ አቢል ዒዝን ሸርሕ መያዝ ያስፈልጋል። ሸርሕ እንደምታውቁት ትልቅ ሸርሕ ነው። በጣም ዑለማዎቹ ወደ እሱ የሚመለሱበት መርጅዕ የሆነም ሸርሕ ነው እና በሱ ነው ማየት። የአህል ሱናን ትክክለኛ ግንዛቤም በዛ ሸርሕ ነው ተንተርሶ ማግኘት የሚቻለው እንጂ በመትኑ ብቻ ከሆነ ለብዙ ሰዎች አመቺ ስለሆነ ጣሐዊያ እያቀራ ያጠማል። ገብቷቸዋል አባባሌ? ጣሐዊያ ያመቻል፣ ወደሌላ ሌላ ሌላን ለማሸከም ያመቻል። እዛ ነው ጣሐዊያ እያቀሩ ነው ሰው የሚያበላሹት ያሉ። በትክክለኛ መልክ መሸራህ አለበት ጣሐዊያ። በጣም በጥንቃቄ ነው መቀራት ያለበት ያ ኪታብ። الأمر الثاني أن هذا الظن مخالف ومصادم لأدلة القرآن الدالة على عظمة الله وغناه وغناه عن خلقه وحاجة خلقه إليه. أن هذا الظن يه ترطاري ظن الفاسد بلن قد ما يسلفنا ماله لأن دم الله لمن ملس مخالف ومصادم. مخالف ሚኻልፍ ነው፣ ሙሳዲሙን የሚጋጭ ነው። ሙስጣደማ ማለት ተጋጭ ማለት ነው። ሙሳዲም የሚጋጭ ነው። የአድለት ልቁርአን የቁርአን ደሊሎችን አዳለቲ የሚጠቁሙትን አላ ዓظመት ላህ ወግና የአላህን ትልቅነት የአላህን ስብሓን ወተዓላ ከሁሉ የተብቃቃ መሆኑ የሱ ና አን ኸልቅህ ከፍጥረታቱ የተብቃቃ መሆኑን ወሓጀት ኸልቅህ ኢለይህ ፍጥረታት ደግሞ ወደ አላህ ስብሓን ወተዓላ ከጃይ መሆናቸውን የሚቃረን ነው። ምን ብሎ መፈሰር ሰማእ ማለት ሰማእ ላይ ሰማእ ውስጥ ነው ሰማእ ጥሎታል ብሎ ማለት ይሄም ይቀረም ወደ ሰማእ ከጃይ ነው ያመጣል። ነዓም كما في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والارض እንዳለ والكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش كعرش فيت ያለ ትልቅ መክሉቅ ነው። ይሄ ኩርሲ የምንለው ከአርሽ ፊት ያለው እንግዲህ አርሽ ሳደርስ ማለት ነው። وهو اعظم من السماوات والارض ከሰማያትና ከምድር የተለቀ ነው። والعرش اعظم منه አርሽ የሚባለው ደግሞ ከሱ የተለቀ። فاذا كانت السماوات والارض اصغر من الكرسي
እነዚህ ሰማያትና መሬት ምንላቸው ከኩርሲ ያነሱ ከሆኑ والكرسي اصغر من العرش كرسي دم اصغر من العرش والله اعظم من كل شيء الله دم كله يتلقى فكيف تحويه سماء او تقله او تظله እንዴት ብላ ነው ሰማ ታዲያሱን አላህን መታካቡ እንዴት ብላ ነው መተሸከሙ እንዴት ብላ ነው መታጠለው ጥያቄው የታጅብ ነው እንዴት ሊሆን ይችላል እዛ ነው ካላካንዶ ማድርጎበታል ጥያቄ ምልክትም አድርጎበታል በዚህ ንስካ وكذلك قوله تعالى لك نزل الله ما له ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ما له ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ما له ومن ايات ان تقوم السماء والارض بامره ما له فهذه الايات تدل على ان السماوات والارض سماوات النامد بحاجه اليه ايهن انه بده يمسك ايات ها ወደ አላህ ያ አላህ እንትልቀነስ እነዚህ ደግሞ ወደ አላህ ከጃይ መሆናቸው ያሳያል ሰማ ውስጥ አላህ ይሆናል ብሎ ተሰባለ ሰማ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደጋፊ ሊሆን እና እንደዚህ ያለ ነገር እንዳይመጣ ነው አላህ ሰማአንም ያዛት ራሱ አላህ ነው እንላህ ይምሽኩ ሰማዋቱ ወልአርዳ አንተዙላ እንዳይሄዱ እንዳይንቀሳቀሱ ከቦታቸው ሰማያትና ምድርን ያዘው ሱኑ وهو الذي يمسكها ان تزول لالا تزول ከቦታቸው እንዳይሸራተቱ እንዳይሄዱ እሱ ነው የሚይዛቸው አዋን ተቃዐ ወይም ደግሞ እንዳትወድቅ ወደ መሬት ሰማን ويكون قيامها بامره وحده يسمع يمزرو قيامه ባለበት መስረቱ መኖሩ በአላህ አምር ነው فلا يعقل مع هذا كذيكاكو قراش بعقل وسط لمطع ما يغبا نو ان يكون سبحانه بحاجه اليه الله سبحانه وتعالى بحاجه اليها وده سماء حاجه له لتقله عند تشكمه او تظله عند تطله ولو مالك بعقل لمطع ما يشال نجر نو عند عاقل هنو سو يهن ياسر ما يقبم تعالى الله عن هذا الظن الباطل علوا كبيرا فزينته الظن الباطل الله سبحانه وتعالى يلاك أنا وإلى الله صلى الله عليه وسلم